إذا متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا بكم في البث المباشر من الناظور. أجواء غير عادية في هذا الأثناء قبل يوم الاثنين عن عيد الفطر المبارك. إذا واحد اختناق مروري في هذا الأثناء هنا بأحد أشهر شوارع المدينة، شارع يوسف بن تشافين. إذا كيف ما كتاونا الآن القيصرية، القيصرية طبعا معروفة، تجار ديال الذهب والملابس التقليدية، الناس خارجين من المنازل ديالهم غاديين باش يتسوقوا يتقداو داك الشيء اللي خاصهم. إذا هكذا هي الأجواء فهاد الأثناء. الله يبارك فيك، بارك الله فيك، قبل عيد الفطر. إذا هكذا هي الأجواء في هذا الأثناء هنا بمدينة الناظور قبل عيد الفطر. الله يبارك فيك خويا هشام بن عدي، عيد مبارك على جميع الأمة الإسلامية. إذا غدا الاثنين أول أيام عيد الفطر بالمملكة المغربية، نتمنى وتكونوا بخير وعلى خير وبصحة والسلامة إن شاء الله يا رب. إذا واحد الحركة غير عادية في هذا الأثناء هنا بمدينة الناظور، واحد اختناق مروري كبير في هذا الأثناء هنا بحد أشهر شوارع المدينة. إذن هكذا هي الأجواء هنا بمدينة الناظور. طبعا الأجواء ماشي غير عادية، لا ماشي عادية، لأنه كيف ما كتشوفوا القيصرية راه عامرة لداخل بالناس. الناس طبعا كتجي تقدم من مختلف المناطق. رشيد عواشر مبروكة. إذا كيف ما قلت الناس كتجي من سروان، بنينصار، الزغنغان، بويفر، بني شيكر، فرخانة وإلى غير ذلك. عيد مبارك لجميع المغاربة والأمة الإسلامية. إذا غدا الاثنين أول أيام عيد الفطر بالمملكة المغربية، نتمنى وتعيدوا بخير وعلى خير وبالصحة والسلامة إن شاء الله يا رب. إذا كيف ما كتاونا الآن في هذا الأثناء، وطبعا الجميل في الأمر يعني حتى رجال الأمن حاضرين في مختلف أزقة وشوارع المدينة، يعني حاضرين الصغيرة والكبيرة وحارسين على سلامتنا وسلامة المواطنين وراحة الساكنة دي، ساكنة الناظور. إذا بارك الله فيك خي شاكير من تونس، تحية لكل المغاربة الجالية المغربية المتواجدين بتونس الشقيقة.
نحن متواجدين الآن بقرب من قيصرية سوق القيصرية هنا بمدينة الناظور. الناس مازال خارجين، مازال خارجين كيتقداو، كاين اللي خارج مع عائلته مع وليداتو مع الأصدقاء ديالو طبعا باش يتقدى داك الشيء اللي خاصو طبعا العيد، لأنه كيف ما كيعرف الجميع بأنه غدا الاثنين أول أيام عيد الأضحى هنا بالمملكة المغربية. تحياتي ليك خويا نزار، تحية لساكنة الرباط، ساكنة مارا وسلا، تحية لجميع المغاربة أينما كانوا سواء داخل الوطن أو خارج الوطن. الله يحفظك وشر بروكا. تحية كبيرة لرجال الأمن اللي صراحة كيخدموا ليل ونهار وحارسين على سلامتنا وراحتنا. Oh.